بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي هدى محمد عبد الحليم السيد، طالبة بالدبلوم العام للتربية بجامعة عين شمس عن بعد. لقد دعتني الدكتورة الفاضلة فاطمة الزهراء لكي أقرأ كتابا، ولقد اخترت كتاب عن الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي للدكتور سمير نعيم أحمد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، حيث يتطرق هذا الكتاب لمناقشة العديد من الموضوعات. ومن هذه الموضوعات التي تطرقت لقراءتها، أولا معنى السلوك الإجرامي وتعريف الجريمة وأنواع الجريمة، كما تطرقت إلى معنى الدراسة العلمية، وتطرق أيضا إلى التفسيرات الفيزيقية والبيولوجية للسلوك الإجرامي والتفسيرات السيكولوجية للسلوك الإجرامي. أولا بدأت بتعريف الجريمة. الجريمة في أساسها هي مفهوم قانوني يقصد به ذلك الفعل الذي نص القانون على تحريمه ووضع عقوبة جزاء على ارتكابه، ويعرف القانون الجنائي بأنه تلك المجموعة من القواعد السلوكية المحددة التي تسنها الدولة وتضع عقوبة محددة لمن يخالفها، ويقوم الممثلون الرسميون للدولة بتوقيعها على المخالف أيا كان. أما الحقيقة التي تؤثر على تعريف الجريمة فهو ما يحدث في المجتمعات نفسها من تغيرات في قيمها ومعتقداتها، أي أن الجريمة وتحديد إذا كانت جريمة أم لا بتختلف من مجتمع لآخر، ونذكر في ذلك بعض الأمثلة. فهناك ما يحدث بالنسبة لجريمة الزنا التي كانت تعتبر في الأزمنة السالفة جريمة، أما الآن فلا تعتبر كذلك في كثير من المجتمعات، كما أصبحت عقوبتها خفيفة جدا. وأيضا نرى برضو على سبيل المثال ما حدث أخيرا في المجتمع الإنجليزي، حيث خرجت الجنسية المثلية من نطاق الجرائم، وأصبحت الجنسية المثلية فعلا لا يعاقب عليه القانون، وذلك حيث أنهم يرى أن هذا الموضوع ما دام بيتم برضا الطرفين المشتركين فيه وفي كتمان فلا يصبح أو لا يعتبر من ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون. كذلك في تعاطي الخمور في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية القرن ال19، أو الإتجار في الخمور جريمة ثم أصبح ذلك فعلا عاديا لا يعاقب عليه القانون، فهي تختلف من وقت لآخر وتختلف من مجتمع لآخر. ومن هذه الأمثلة أيضا إباحة الإجهاض، أي قتل الجنين حي في كثير من المجتمعات، وتجريم هذا الفعل ووضع عقوبة رادعة له بتطبق على كل من الأم والطبيب في مجتمعات أخرى، كما أنه كان لم يكن زواج الأخت جريمة، وذلك في مصر الفرعونية وأيضا في بلاد الفرس. وكما أن فض البكارة بطريقة وحشية قد كان يؤدي إلى وفاة العروس في بعض المجتمعات المعاصرة، وكانوا لا يعتبروه جريمة في هذه المجتمعات، بينما يعتبر نفس الفعل اعتداء في مجتمعات أخرى لأنها جريمة وحشية. فالمجرم هو أي شخص يرتكب فعلا يحرمه القانون، كما أن هناك عدة اعتبارات قانونية بتتدخل في تحديد معاملة الشخص المجرم. ومن تلك الاعتبارات التي تطرقت لقراءتها في ذلك الكتاب، أولا عامل السن. فهناك الأفراد التي لم يتعدى سنهم عن 20 أو 21 سنة أو أقل من 18 سنة بيعتبر جناح، بيعتبر أحداث ولا يعامل معاملة المجرم، إنما عندما يتعدى 21 سنة أصبح يتعدى السن القانوني الذي في هذا الوقت يعامل معاملة المجرم ويحبس في السجون مع المجرمين، ويعامل ويطبق عليه جميع اللوائح وجميع القوانين وجميع العقوبات. ومن الاعتبارات القانونية أيضا عامل
توفر النية أو القصد الإجرامي، حيث أن القاضي ينظر إلى نية المجرم في ارتكابه للجريمة، سواء عن قصد أم عن غير قصد، مثل الحوادث التي قد نراها، مثل حادثة سيارة، ممكن بيبقى هذا يعتبر قتل خطأ، إنه قتل بطريق الخطأ عن طريق بعض الإتلافات التي تكون في العربية، مثل الفرامل مثلا يكون مش سليمة، أي سبب آخر اضطر السائق أن يصدم شخص آخر أدى ذلك إلى وفاته، فيعتبر ذلك عدم توافر نية لقتل ذلك الشخص. أما إذا قتله أو كان بينه نية مبيتة أو طار أو أي خلافات سابقة، فهذا يؤدي إلى أنه قام بقتله عن قصد، وذلك يرجع طبعا إلى رؤية القاضي ورؤية ملابسات القضية في تحديد عامل توفر النية بالنسبة للمجرم. ثالثا، عامل الاختيار، أي أنه ارتكب هذا الفعل عن اختياره أم عن إجبار، أي أن شخص آخر أو أفراد آخرين أجبروه على ارتكاب تلك الجريمة. وهناك عامل الضرر بالدولة، كأن يكون أتلف بعض الممتلكات الخاصة بالدولة. وهناك أيضا من ضمن الاعتبارات عامل الدفاع الشرعي، كالشخص الذي يدافع عن عرضه، والشخص الذي يدافع عن دينه، والشخص الذي يدافع عن ماله أو أرضه، فكل ذلك يعتبر دفاع شرعي عن النفس. وهناك اعتبار آخر له علاقة بعامل استعمال الحق، وهناك اعتبار آخر بعامل أداء الواجب. كما تطرقت في قراءتي إلى بعض النظريات والتي تتعلق بالغدد الصماء والوراثة، والتي كانت ترى أن الخصائص البيولوجية للفرد هي المحدد لسلوكه، حيث رأى بعض العلماء الغربيين بأن السلوك الإجرامي يرجع أساساً إلى خلل في الغدد الصماء، كما أن كل النظريات البيولوجية والتكوينية السابق التحدث عنها إنها تشترك جميعاً في التسليم بأن الفرد المجرم بيولد ولديه استعداد معين للسلوك الإجرامي، فهم يرون أن السلوك الإجرامي سلوك يورث مثل أي صفات جسمية أخرى، كالطول، كالوزن، كلون العين، كلون الشعر. فهم يرون أيضا أن السلوك الإجرامي ناتج عن صفات وراثية يكتسبها الفرد من أبويه. كما يرى بعض المحللون النفسيون أن السلوك الإجرامي يشتمل في الواقع على عدد من حالات الاضطرابات النفسية المختلفة. كما يرى التحليل النفسي أن الشخص السوي أو العادي هو شخص بيتمتع بجهاز ضبطي لا شعوري، ويكون ذلك الجهاز قوي لديه، أو أن يكون لدى الشخص أنا سليمة، فهذا الشخص يستطيع أن يسيطر على النزاعات الغريزية البدائية غير المرغوب فيها. كما يعطي المحللون النفسيون لعلاقة الطفل بأمه بوجه خاص أهمية بالغة، فيرى المحللون النفسيون أن علاقة الطفل بالأم بتتطور ببطء منذ بدء الحياة، ففي الأسابيع الأولى من الحياة بتكون هذه العلاقة علاقة بسيطة جدا وغير معقدة، ويبدأ أول شعور للطفل بوجود الأم حين يربط بين وجود الأم أو من يحل محلها، وبين تخفيف حالات الألم والتوتر الناجمة عن الجوع. فتعتبر العلاقة بين الطفل والأم في الأسابيع الأولى تكون قائمة على أساس إشباع الحاجات البيولوجية فقط، ولكن عند مرور بقى الوقت بيبدأ الطفل في الارتباط الانفعالي بالأم، وبيؤدي استخدام القسوة
والتسرع من جانب الأم في محاولة تعديل الرغبات الموجودة لدى الطفل إلى نتائج سيئة، لأنه يجعل الطفل بيكبت تلك الرغبات الغريزية فجأة قبل أن تتعدل، فيظل محتفظ بتلك الرغبات القوية المكبوتة وتحاول العودة تلك الرغبات عندما يكبر الطفل. كما أن الأخطر أن الأم أو الأسرة بوجه عام، سواء الأم أو الأب، أن يكون لديهم تذبذب في معاملة الطفل، فأحيانا قد يعاملوه بلطف وإشباع زائد للرغبات أو تدليل زائد، وأحيانا أخرى يعامل معاملة قاسية لكي يقلع عن هذه الرغبات الغريزية اللي كانوا شجعوه عليها من قبل، وذلك طبعا يؤدي إلى إحداث طفرة في سلوك الطفل. كما تم التطرق إلى العلاقة بين الجريمة والعوامل الاقتصادية، حيث وجد الباحثون أن الجرائم ضد الممتلكات بتزداد في فترات الكساد، بينما تزداد الجرائم ضد الأشخاص في فترات الرخاء. وفسروا ذلك بأن الحاجة الاقتصادية للأفراد في فترات الكساد بتدفعهم للسرقة، بينما الرفاهية أثناء الرخاء بتجعل الأفراد يوجهون عدوانهم نحو الآخرين فتزداد جرائم الاعتداء على الأشخاص. كما أصبحت المدرسة بتلعب دورا هاما وحيويا مثل الأسرة تماما، لأن المدرسة تعتبر عامل مهم جدا في تأسيس الأطفال، لأن المدرسة الأطفال بيقضون فيها معظم الوقت، وليها عامل مهم ودور هام جدا وحيوي في عملية تنشئة الأطفال، فهي دورها بجانب الأسرة وليس بعد الأسرة، فالمدرسة تعتبر في المرتبة الثانية، لأن المدرسة بتقوم بوظائف عدة كانت تقوم بها الأسرة من قبل، وبتلعب بعض المواقف المدرسية السيئة للأسف دورا في تقوية النزاعات اللا اجتماعية عند الأطفال، فقد تؤثر المدرسة على الأطفال تأثيرا إيجابيا أو قد تؤثر عليهم تأثيرا سلبيا على سلوكهم، بل وقد تسهم المدرسة للأسف إسهاما كبيرا في حدوث الجناح. كما أن بعض الأسباب التي تؤدي برضو إلى السلوك الإجرامي، للأسف انشغال الأسرة عن الأطفال بسبب ظروفهم الاقتصادية، مما يجعلهم يضطرون إلى خروج الأطفال من التعليم وجعلهم يذهبون ليعملوا، أو بمعنى أصح ليكتسبوا قوتهم أو يكتسبوا المال وهم في سن صغيرة، مما يجعلهم عرضة للتعرض إلى الشارع وللتعرض إلى بعض المواقف التي تكسبهم السلوك الإجرامي وتكسبهم بعض الأنماط السلوكية السيئة والتي تقوي النزاعات اللا اجتماعية عندهم. كما يلعب الإعلام دورا هاما جدا في حدوث جناح الأحداث الذي يعتبر مقدمة للسلوك الإجرامي عند الراشدين. للأسف إذا استغلينا الإعلام استغلالا صحيح فسوف نقضي على السلوك الإجرامي بتاتا، ونقضي على وجود جريمة ونحسن من سلوك الأفراد، ولكن للأسف الإعلام الآن بيستغل أسوأ استغلال، لأنه بيبقى السبب الرئيسي في حدوث الجريمة، وذلك من خلال الأفلام المنتشرة على قنوات الإعلام. وعلى سبيل المثال أفلام الممثل محمد رمضان، والتي تحرض وتحث شباب الجيل على العنف وارتكاب الجرائم وإثارة الشغب واستخدام الأسلحة. فالسلوك الإجرامي
والمرض العقلي أحيانا بيكون ناتج أيضا عن الإصابة بمرض عقلي خطير، وقد يكون المرض العقلي راجع إلى أسباب عضوية، فقد تعددت فعلا الأسباب التي قد تؤدي إلى السلوك الإجرامي. فمن الأسباب الخطيرة جدا التي قد فعلا تؤدي إلى السلوك الإجرامي أن تكون هناك أسباب عضوية قد لا ينتبه لها الوالدين أو لا ينتبه لها الأشخاص، مثل الإصابات التي تحدث في المخ أو الجهاز العصبي المركزي، أو أنه قد يحدث للفرد حالة تسمم عامة بالجسم، فقد تؤدي هذه الإصابات أيضا إلى اضطراب القدرات العقلية للفرد. وقد يكون المرض العقلي العضوي قد يكون وراثيا، قد اكتسبه الطفل من الوالدين، أو قد يكون السبب حدث أثناء ولادة الأم، أثناء الولادة أو بعد الولادة. وفي هذه الحالة بيكون السلوك الإجرامي حدث نتيجة لخلل القدرات العقلية. فهناك أسباب كثيرة فعلا تؤدي إلى السلوك الإجرامي، منها أيضا أن هناك عوامل جغرافية لها تأثير أيضا على السلوك الإجرامي، وذلك من خلال وجهة نظر بعض الباحثين، حيث أنهم يرون أن معدل الجريمة في الحضر مرتفع عن معدله في الريف أو الكرة الريفية بمعنى أصح، وفي المناطق المصنعية أو يعني اللي بيوجد بها مصانع بتزيد نسبة الجريمة فيها عن المناطق الغير مصنعة، وذلك لأن سرقة الممتلكات يرون أنها بتكون أكثر في المناطق الكروية عنها، عفوا أي أن سرقة الممتلكات بتكون أكثر إتاحة وفرصة في المدن عن الريف. وعامل المناخ بيؤثر على السلوك الإجرامي بشكل كبير، من خلال أيضا وجهة نظر برضو بعض الباحثين، فهناك بعض الدراسات والإحصاءات التي توصلت إلى أن نسب ارتكاب الجرائم في المناطق ذات المناخ المرتفع أو الحار أكثر منها في المناطق ذات المناخ البارد، وذلك لما تسببه درجة الحرارة المرتفعة إلى زيادة العصبية وارتفاع ضغط الدم وزيادة الشحنة التي تدفع الفرد لارتكاب الجرائم. ومن التفسيرات الاجتماعية للسلوك الإجرامي قد تطرقت لنظرية نظرية المخالطة الفارقة لسيزرلاند، وتنص هذه النظرية على أن المخالطة الفارقة تعني نسبة الاختلاط أو التعرض لكل من الأنماط السلوكية الإجرامية والأنماط السلوكية الغير إجرامية. وتعني هذه النظرية أن المخالطة نوعين، فقد يختلط الفرد مع أشخاص لديهم سلوك إجرامي، فأكيد بالطبع بيكتسب منهم هذا السلوك الإجرامي. فلما الفرد بيخالط أشخاص لهم طبع الإجرام ويرتكبون بعض الرذائل، فإنه يكتسب منهم هذا السلوك الإجرامي ويصبح مثلهم. أما إذا خالط الفرد أشخاص أسوياء فأكيد طبعا بالطبع هيكتسب منهم هذا السلوك السوي. فتنص هذه النظرية إلى أن المخالطة بترجع أو المخالطة الفارقة ترجع للتعرض للأنماط سواء السلوكية الإجرامية أو الأنماط السلوكية الغير إجرامية. ومن خلال اطلاعي على هذا الكتاب قد استنتجت بعض الخطوط العريضة للسياسات التي يجب أن تتبع من أجل خفض معدلات الجريمة حتى نحاول التقليل من السلوك الإجرامي في المجتمعات. ويمكن إيجاز تلك الخطوط العريضة فيما يلي: أولا، بذل الجهود من أجل القضاء على أساليب
القمع التي تمارسها بعض السلطات في المجتمعات. ثانيا، توفير فرص العمل لكل قادر على العمل، وتوفير المعيشة الكريمة لغير القادرين. ثالثا، اعتماد سياسات للإنتاج والتوزيع على مبدأ الارتقاء بالمجتمع وليس مبدأ الربح فقط، كما تعمل طبعا بعض الدول ذلك. رابعا، التوقف عن خلق احتياجات زائفة لاستهلاك سلع لا ضرورة لها عن طريق طبعا الإعلانات المكثفة من خلال وسائل الإعلام التي تخلق تطلعات استهلاكية لا يقدر الكثير من الجمهور على تحقيقها. خامسا، الاهتمام بعملية التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال والشباب، والامتناع عن نشر أساليب الحياة البذخية للصفوة والترويج لها. ومن الاعتبارات أيضا سادسا، المشاركة السياسية والديمقراطية لكل قطاعات المجتمع. سابعا، دعم التفاعل بين الفرد والمجتمع ونشر روح التكافل والتضامن. ثامنا، توجه البرامج، طبعا دور الإعلام طبعا بيبقى ليه دور كبير جدا، فلازم توجه البرامج للحد من الجريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا بد من العمل على توفير فرص العمل والعلاج والإسكان والتعليم ووسائل الترفيه لكل قطاعات المجتمع. عاشرا، الإصلاح الشامل لجميع أساليب التعامل الخارجة عن القانون، بحيث نتجنب التركيز على العقاب فقط ونتوجه نحو العمل المنتج والحساب للمهارات والسلوك الاجتماعي. وشكراً.